لحظات مشاهدينا الكرام، وأمين عمر المحامي والحكم الدولي المصري في اللقاء والإطلالة رقم 12 هيدير هذا اللقاء، لقاء القمة الحقيقية الأهلي والإسماعيلي. على بركة الله مشاهدينا الكرام انطلقت أحداث هذا اللقاء ودقت ساعة الحقيقة. يتقدم للأمام ويبقى اللاعب رقم 10، أدي كرة أمامية وتمريرة في اتجاه حمودي، هل يتقدم حمودي وأفكرته وبيلعب عرضية خطيرة، ولكن عواد في أول اختبار وأول محاولة على طول لمسة، التقدم من عبد الله ربط، ودي كرة خطيرة لأجاييه، أجاييه عدى، ولكن عواد رغم إن هو المرة دي كان متأخر فينتو ثانية، ولكن الكرة وتمريرة عبد الله السعيد البينية الحلوة لأجاييه عدت ولكن خبطت. تمريرة بالخطأ في مكان خطير من متولي، ودي كرة 1-3، وهات وخد وخد وهات، وادي تسديدة وليد أزارو، فرصة كبيرة جدا جدا، والأخطاء من مدافعي النادي الإسماعيلي المرة دي من محمود متولي، ودي مرة تانية هجمة وفرصة جديدة لمصلحة النادي الأهلي، ودي عرضية، وادي المتابعة مش ممكن، أمواج وهشام محمد، كرة مرة تانية لصادق، عمل كنترول، خدمته صادق ودخل في مكان خطير، ودي العرضية خطيرة، ولكن السولية يا عيني على السولية قافل في مكان نموذجي في ظهر محمد هاني، ودي تسديدة قوية جدا جدا، ولكن بجوار القائم الأيمن من عماد، تسديدة حلوة من عماد القريبة جدا جدا من النادي الإسماعيلي، بينما النادي الأهلي كان عنده 3 محاولات. ترقيص في مكان خطير، تتقطع، تعمل هجمة للنادي الأهلي، عبد الله دخل للقلب بعد انطلاقة معلول، ودي كرة متسقطة، ودي حمودي، ولكن فين يا حمودي؟ لازم تتلعب لبرة، صعبة جدا جدا، طمع فيها. ادي كرة أمامية أزارو، ولكن متولي على طول، تايمنج مناسب، ودي صادق مرة تانية بيخطئ، ودي تسديدة قوية المرة دي، ولكن عواد كرة متهيئة لعبد الله السعيد اللي سدد وان تاتش، ادي التهيئة الحلوة من هشام وتسديدة من عبد الله، ولكن في المتناول عند الحارس محمد عواد، على طول تمريرة مش معدية من دفاعات النادي الإسماعيلي، ودي الهجمة المرتدة المتنفس الحقيقي، ودي كالديرون عدى، وتسديدة حلوة، وآدي الخطورة، وآدي الفنون الكروية من السامبا المصرية، والاعتماد على اللاعب الموهوب دييجو كالديرون والمهارات. هنشوف وهننتظر حكاية وحكاية في قصة هذا المساء، ولكن مشاهدينا مع بداية أحداث الشوط الثاني انتظروا مزيد من المفاجآت، وإلى الآن لكم مني أرق التحيات والأمنيات، محدثكم أيمن الكاشف. الآن من ملعب الجيش المصري ببرج العرب نطير سريعا إلى الزميل العزيز كابتن سيف زاهر واستاد مصر، فإلى هنا. على بركة الله مشاهدينا الكرام انطلقت صافرة حكم اللقاء الدولي الكابتن أمين عمر، علشان نبدأ سويا نتابع ال 45 دقيقة الحاسمة الفاصلة الفريقين إلى أرض الملعب. يدوب كان تبديل وحيد في الشوط الأول لإصابة إسلام والدفع بشكر نجيب كتبديل اضطراري، أدي كرة هات وخد، ودي أجاييه، ودي الكرة العرضية، ودي فرصة كبيرة جدا جدا من حمودي، في إيه يا حمودي؟ وأدي البدري بيقول له خلص أنت، وأدي ردة الفعل من البدري، وليد أزارو علشان يقوم، النادي الأهلي بدأ يسرع الريتم وبيحاول يشتغل على الجبهة اليمنى، وادي العرضية، وادي راسية بترتد، مش ممكن العرضة بترد راسية وليد أزارو علشان الأمواج الحمراء وطوفان النادي الأهلي اللي بدأ، قلت لحضراتكم بدأ يقترب رويدا وبيقترب بشدة،
من مرمى النادي الإسماعيلي ومن الحارس عواد، خصوصا من الجبهة اليمنى اليسرى للنادي الإسماعيلي اللي فيها صادق. آدي العرضية وآدي الراسية، ولكن العرضة كانت موجودة. والقيصر حسني عبد ربه بيرفع وشه وبيلعب كرة حلوة لشكري نجيب في مكان خطير، ولكن الكرة بترتد. مش ممكن، مش ممكن، ولسه في متابعة ومحاولة. ودي عرضية، ولكن الشناوي في السكند بول، والكرة التانية فرصة كبيرة جدا جدا، فرصة كبيرة جدا جدا للدراويش. كان يقدر كرة للأمام، وادي تحرك، وادي سرعات أزارو، يهيأ لعبد الله، ولكن فين يا عبد الله؟ قلشت، عايز يحطها بباطن القدم. متقدم على الكرة أجاييه، وليد سليمان كنترول، وادي الكرة المتسقطة لعبد الله في مكان خطير. وادي كرة فرصة كبيرة جدا جدا، فرص. ادي أجاييه بيتقدم، وادي الزعل والغضب من وليد أزارو، زعلان ان حصلت له اعاقه اثناء لعب الكوره. وادي اجاييه، ولكن عواد كلمه السر في نظافه شباك النادي الاسماعيلي، عدم استغلال الفرص نمره واحد. ثانيا، وجود حارس مرمى كبير اسمه محمد عواد، المنطقه والجبهه اليسرى اللي بيصول ويقول فيها النادي الاهلي. ادي علي معلول، وادي عرضيه خطيره، وادي راسيه وعواد. اقول ايه؟ قلت عواد كمان وكمان وكمان، وعواد وقفاز الاجاده وعريس النادي الاسماعيلي في الدقيقه 70 بيتحمل عبء اللقاء. ادي كوره راسيه، ولكن عواد كمان وكمان وكمان وكمان. جونيور اجاييه اتحرك المرة دي بشكل جيد، عبد الله رفع وشه، وادي العرضية، وادي التسديد الوان تاتش المرة دي من وليد سليمان، ولكن اعلى من المرمى. كرة حلوة مغرية لأي لاعب، على طول خدها بتسديدة قوية، ولكن حط فيها قوة أكتر من الدقة وليد سليمان. دي الكابتن محمد محسن، وأجيال مختلفة تماما، صاحب ال 36 عام في مواجهة صاحب ال 57 عام. أول لقاء مقابل اللقاء رقم 76، لكن النتيجة الرقمية تعادل سلبي بيجمع الكبيرين حتى الآن، الأهلي والإسماعيلي. كرة للأمام في مساحة خطيرة، ولكن يا ولد على محمد الشناوي، اللي أيضا ناوي إنه يكون واحد من كتيبة الأحلام المصرية في روسيا 2018، لكن مش معديا من الكثافات العددية الكبيرة. الكل تحت الكرة، والكل موجود في منطقة ال 18. ادي اسلام محارب بيعمل فنتات وترقيصة حلوة، وادي عرضية، وادي لمسة، وادي فرصة جديدة وتسديدة جديدة وتألق جديد من نجم اللقاء محمد عواد. دفاعية، وعلى طول هاشم بيصطادها محارب، ولسه عبد الله بيلعب عرضية، وادي راسية، جول 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 جول. وليد سليمان وشنطة الإجوال وذا ماستر اوف سسبنس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع. من كورة عرضية يفض الاشتباك، ووليد سليمان نزل بشنطة الإجوال علشان وليد الفنان يحرك الشباك ويؤكد من جديد ان المارد الاحمر ذا ماستر اوف سسبنس، سيد التشويق وملك اللحظات الاخيره، بيحرك الشباك الساكنه مشاهدينا في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل ضائع. ووليد سليمان بيفتتح التسجيل ويضع الهدف الخامس، وتبقى للمارد الأحمر مباراة مؤجلة. وآدي فرحة البدري وعبد الحفيظ ووليد سليمان، خمسة وخمسة. وفي هذه الأثناء مشاهدينا الكرام بيزدل الستار على
أجمل قصة وأجمل حوار وأجمل 3 نقاط وانتصار النادي الأهلي على النادي الإسماعيلي بهدف وليد سليمان. اليوم فات وغدا آت، ورواية الدوري الممتاز مشاهدينا لازالت تحمل المفاجأة والسعادة والأمنيات. فإلى هذا الغد لكم مني كل الحب والود، أشكركم، تحياتي أيمن الكاشف.